بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنكب الله بنا آيات صدن إيا اللبو إلى آيات أفرطن إيا السدين سورة السبع آيات ديها روح وقال الذين كوا حيدا هذين كفروا قالوا بي لن نؤمن فمين مين بهذا القرآن قرآن كان محمد قسوة دجيه ولا بالذي كين فمين مين بين يديه هرشي ساها oo tawradaha ee kitaabka inta u taga faydihi nisfada laba nala jooga kutubtiina ma ku taalaha marka ka hore iyo kan dambe midna rumayn ma indabayda Allahu wuxuu leeyahay walaw tara hadaan arki lahayd id waqti adh-dhalimuna adh-dhalimuntu mawqufuna la joojiyo lagu xabaasay inda rabbihim rabbigood aktiis yarjiu u ku celin baadhum qarkood ila baadhan qarka kale alqawl hadalka wa hadalka iswaydaarsanaya yaqulu alladina ku waxay leeyihiin استضعفوا للضعيف سنتري ولهجامي تري للذين كوي وحي كدهي استكبروا كبري هجامي ياشا لولا انت انكو هديدان جيري لهين لكنا مؤمنين بان اهان لهين انكا نغلافتي بي دهيا جوابتي وحي نقت قال الذين كوي استكبروا كبري وهجامي ياشا يرعسدها للذين كوي وحي كدهي استضعفوا لغميسن تري ولهجامي تري ان نحن ما انغا سددناكم انكو هر جوغسن عنيل هداهنوك بعد إذ وقتي جاءكم إذن يمن بل كنتم إذن كا وحادة إذن مجد دنبيل إياه إذن كا إسكين قالا وهاي أنا وحبين لما نالو منين من بل ما ألبان إذن قادني يعني إذن كو قصبني ساسي أو جواب إياه كوي قالا ذاها إيوا وينا مستكبرين تي وحي كويران مستضعفين تي ما أنك إذن كوهر جوك سنة هنون كمركو إذن يمن ما إذن كا مجرمينها أنا إذن كما نهر جوك سنة أنا وهذا ألبان إذن شاقني قصب in kumaanan meesha marin weyn bal alladina ku waxay leeyihiin istagbaru kibray hoggaamiyayaasha aha lil ladina ku waxay ku dhihi usulcifu lagumaysanay la hoggaaminay annahnu annaga miya sadadnaakum idin ka hor joogsanay anilu daahanunka baad id waqti kadib jaaakum idin yimin bal kuntum idinka waxaad ahayd mujrimiin dambiilaya waqala alladina ku waxay yiraahdeen usulcifu lagumayso la hoggaaminay للذين كوي وحي كوي لاتين استكبروا كبري بل مكرو الليل ومن تن آدنا اللميسين ومكرو الليل والنهار مكري هبينك يمالين تبا أدنو دبري سينو نخيانين سينوين يعني مكري الليل كي ينهار كذرفوه بل مكرو في الليل وين وخيانة دي أدنو سميسين هبين يمالين أدنو تشانيسين إذ وقت بيها تأمروننا أدن أمريسين أن نكفر إنان كقالون بالله ألا كقالونه هو نجعل أنو يهل الله الله أن دادا كوا أولك مؤو شركاء كل يقول بمرك الله مدى قولبا وأسرون الدامة قوما مدى بسيريسانا ينهوص ويوهضيا أدمون الدامة ندامة بسيريسانا يان لما رأوا العذاب عذاب كمرك أركان وجعلنا وان يهل الله الله يلي هذا الله يلي دون وآخير ألا غلالا سلسلة هي وحي لغنت لغحي لكري في عناق الذين كوي لغنت هذا كفروا قالوا بي مرك الله وحليه هل يجون ميال الأبال مريين hadii sida loo galay ila ma shaygi mooyo kaano ah yacmaloon ku amal farmaay kuway sameeyeen balaga abal mari kuway lagu maysanayay markay ku yidhaadeen idinka dambiilayaalahay anagu idin maan lumin waxay ku yidheen waa makru leeli wa nahar makru wa qafil leeli habeenkii iyo maalintii tashiga noo tashanayseen oo na khayaanayseen oo moodayna inaad daacad noo tihiin yaa sida loo galay bayna khayaanadiini waxaadna amri jirteen bay leeyeen alla inaan ka gaalowno oo waxyaabo u dhigmo oo barbar dhaca oo lala caabudo aanu u sameyno labadii qolaba qoomamada way qarsanayaan nidaamadii iyo hooga way qarsanayaan markii cadaabka arkeen aqlaasha waxa la yiraa waa jamcu qullina waa wixii luqunta dadka laga xiray iyo gacmaha saal isugu xiro waa figayntii oo kale way luquntooda la gelinaya marka Allah wuxuu leeyahay mar hadii sida loo galay dambigoodiina uu sida aha soo amalkoodii laga abaal marin ha waa amalkoodii اللهم صل سبحانه وتعالى وقال الذين كوي يداهن استضعفوا لغميسن يلو هغامني للذين كوي وحي كوي يداهن استكبروا كبروا هغامي يا شاها مركاي كو واسي يداهن ما انغا اذن لمنين بل مكر الليل مكركم مكرين مكر الليل وين وحن لمي وا هبنك يا مالنت مكري ادبرتين خيانتي اذ وقت تامروننا ادنا امريسين ان نكفر ان ان كغالونا بالله الا كغالونا ونجعل له أنويا لأندادا وحيابا بربر لعا ولا عابدنا وأصروا ويسرسنا يان كل قدبة أن الدامة كقوم مضي يهوغي
لما رأوا العذاب عذاب كمركي أركان وجعلنا ويا اللي بقول لي رأى الغلالة لقن حركي لقنت يا جمال يسوي لي وافقينتي في عناق الذين كوي لقنت هذا كفروا قالوا بي هل يجزون ميال الأباء المريي مرادي سيد الله قالي إلا ما شيء يكانوا يعملون كوي عمل فلا لبذل من كوا الله عليه وما أرسلنا ما أنادرين في قرية مقالوا من ندير وحدقة إلا أن دفيس قال وحي كدها يين مترفوها كويك راحيسنا حولها لها كبير سنة إنا أنقو بما كي أرسلتم به لإذن لدرين كافرون وانك قالوا نبيديه سرين وقالوا وحيديه سرين نحن أنقا أكثر كبضا كوان مساكين تا أموالا حق حولها يو أولادا عرورسا وما نحن أنقو نمنهم بينهم بمعذبين كوان العذاب يمنهم بينهم الله عليه سبحانه وتعالى نبي الله محمد أو قلبي جسلا وناتينا يه أو لو شيء جي إن لوجه الرجال دبعتنا نبي كست ينذير كست الله دري إلا كوي قرية الله دري شو كوي راح يسنا وحدي كده أنا نجوا حوانك قالوا هني أنا قال يدك حول بدن يدك عرور بدن نلنا عذاب مهاي معنا وعي كوذا هذون الله قال إن جاء هين بحالي عرور تنسي أو فقير نوجد جواي يكوذا ولا جواب دون وما أرسلنا ما أنادرين في قرية المجالو من ندير وحدق ما أنادرين إلا أن دفيس قال وحي أرنيين مترفوها كوا وديرها حيثنا إنا أنقو بما كي أرسلتم به إلا إذن لدرين كافرون وكقالون وقالوا حي لهذه نحن أنقا أكثر ربضا أموالا حق حولها وأولادا عرور تبا والله قال لنقا أهو ساسو عرورتي حولها النوسي وما نحن أنقو نمنهم يدهان بمعذبين كوال العذاب أنقو منهم walo chuwan qulu had ku tira balay in rabbika bigay yabsudu rizqa rizqiga wa ufidiya liman yashaa qofku doono wayaqdiru ku ciliya qofku doono walakin aksara naas dadka badan ko la yaqlamuna sida ma oga marka taa hore jawaabu taa markay anaga xooliyo caruur badan rizqiga allah hukuma kuma taaluqo ruuxa fiicnidiisa iyo xumaantiisa kuma taaluqo qofku doono u balaariya qofku doono uu ku ciliya waana xikmad ba ku jirta qof aad u fiican oo wanaagsan oo rizqigu ku yar yahay baa jira kuma fiido rizqigu ku badan yahay yaa jira mid walba xikmad baa ku jirta oo ilaahay baa xikmadii sida u gartay marka xoolahan iyo waxna jeegaysaani waa qiimada male allah baa xukumee kuma taaluqdo qofka qiimadiisa iyo qiimada aantiisa kuma taaluqdo qul waxa tiraa inna rabbika bigay yabsudu rizqa rizqiga wuu balaariya liman yashaa qofku doono oo yaqdiru ku ciliya liman yashaa qofku doonana marka qiimad uu leeyahay looguma balaadiyo rizqiga qiimad darro uu leeyahayna looguma yareeyo laakiin aksara naas dadka badan ka la yaqaanuna sida u garan maayaan allah wuxuu leeyahay wama amwaalukum xoolihiinu ma aha wala awlaadukum arhuutiinu ma aha billati ti tuqarribukum idin dhaweynaysa indana aksayada zulfa u dhaweyn illa laakiin man aamana qofkii rumeyaa wa amila amal fala salihan amal wanaagsan kuwaasay caruurtoodo iyo xoolahoodo allah u dhaweynayaan فولايك كواسن الله محاوسون هذه جزاء الضعف أبال لبلابا أبال مرين لبلابا بسبب ما شيء سبب تعملوا أي عمل فلين وهم يقولون في الغرفات دار دار بي آمنون آمنون كجين وخبر بعد خبر هذين لقدهم وهم يقولون في الغرفات دار دار بي أسكن إيان الدقية آمنون إيو آمنين الله حولي حولها يعرورتني أنا إيسو كين وين ميس حولها يعرورتني أنا iso ko dhawayn mayso laakin qofka muuminka ah xoolihiisa ee amalkiisa saalix yahay xoolihiisa caruurtiisa allay u dhawaynaya allu ugu dhawaano waa waxu allah siiyo allah ugu talagal marka allu ku caabido xoolihiisi caruurtiisi diintu ku tababaray allu ugu dhawaanaya sida qiyaamahana waxay degayaan ee daara dhaadheer iyagu aaminho waxay ka baqayaan jirin abaalkoodina waa loo laabay inta ilaahay fadliisa u yahay 12 sodon todoba intu alla doon u laalaadway marka qolada sidaas lagu yiri caruurti iyo xooluhu waxba tarimaayaan ee waxa wax tari kaliya alla ka baqid marka dadka muuminiinta laftooda caruur iyo xoolo haday yeeshaan iyagu allay ugu dhawaanayaan waxba ma yeelayaan dhibaato u geysan maayaan wama amwaalukum xoolihiinu ma aha walaa awlaadukum caruurtiinu ma aha billatiiti tuqarribukum idin dhawayn indana aktayada zulfaa u dhawayn zulfada masar macnaawi alle tuqarribukum taasi masar u tahay illa laakin man aamana qofkii rumeyaa wa amila amal salaah salihan amal wanaagsan fa ulaika kuwa allahum muhawsunaade
جزاء الضعف أبال مدين لالابا بسبب ما شيء سبب تعملوا أي عمل فلان وهم يجون في الغرفات دار دار بيكسوا جيهم آمنون والبي آمنوا وحيكبقى يانشرين مركضتك ممنين تا عمل كوز سالها عرور طالي يحول هذا الأدويني والذين كوا يسعون أسعدوا كد دالة في إبضال آياتنا أدلة يد بربرين تيدا معاجزين يبو عجز قليا إسله واد بحسن كرتان إسله أولئك كواس في العذاب عذاب لحد ما محضرون الحاضرين هو عذاب كان الحاضرين وكوا كواسي كوا أدلة كهرمان أي رسولة كهرمان أي أدلة أن أقلين قرآن كريم كي حديث الرسول كأن أقلين يجو إسخاض السجدة دقن هو عذاب كم بالغو حاضر ماشي قبت اللي جيني هو عذاب كي أقو هذا ماشي المثال نسكت دوري نكاه صبيحي الدلة كوا بربرين أيوه وأدت كإسلام ككهري مدون نعدوني بها هذا والذين كوا يسعون كد دالة الصعدة في آياتنا في إبدال آياتنا آياتها هي جب بربرين تود الدلة معاجزين يجو عجز قليا إسله وأتبحثن كرتان إسله أولئك كواس في العذاب عذاب كالدحديثة يا محضرون الحاضرين قلوا حاتنا جواب كله إن الربي ربك يبسد الرزق رزقه وأبلاليا لمن يشاء وقفك الدونه ومن عباده أدومه سكمده ويقدره كعليا له لمن يشاء وقفك الدونه لكن وما أنفقتم واحد بحسان من شيء وحونه فهو ألا يخلفه ويدين صوت دبمري وحكله وهو ألا نخير رازقين كوا أرزاقون بك خير بدنيا جمع بالله قد يخير رازقين بالله ننك عرور شيء سوء أرزاقه بالله إنك عرور شيء عل في سوء أرزاقه بالله بركة رازقين تلشيء وقوة الله وكوض الصفر يا سبحانه وتعالى آيات نوحينو شيئيسا تيهو ريسي أتكين الله بأت رزقك بلالية أما عريرية تاسو قيمة أجيه لميس الروحي لكن رزقك قفك الله بلالية وعلى واحد بعيسى الله كوصو دوماري marka waxa laga yaabaa adduunka marka la joogo wixii aad sadaqaysato bixisay wax bedelkii oo muuqda inuu ku soo daba mariyo waxa kala suuragal barako inta aad haysato inuu ku barakeeyo ya suuragal qiyaamahana khayrki si baad heli waad heli wixii aad adduunka bixisay qiyaamahi waa ku kaysan yahay islaamka waxba kama khasaara adduunkana waa laga abaal marin aakhiran waa laga abaal marin way muslimiinta allah wuxuu leeyahay qul waxaatina inna rabbika rabbiga yabsudu rizqa rizqu balaniya لمن يشاء وقفك الدون من عباده أدومه سكمنا ويقدروا كعليل يا له لمن يشاء وقفك الدون وما أنفقتم واحد بحسان أو من شيء وحنونه هذا يراده فهو ألا يخلفه وإذين صوت دبمرين وأما أدونك يصور نول إذين صوت دبمرين أما بركة أنت هذا الشتان إذين قلي آخرا يدى الدواب كيد كوي يا لوي وهو ألا نخير رازقين كوي أرزاقون نبوك خير بدنيا وحلو جمع خير رازقين اللولي نكو يرزق أولاده بالليلة ninku xalka uu hoggaamiyay uu ardaaqaaba layda marka sidaas loo jabcinayaa way yowma maalin bal hada iyadana sheeg midii hore ku xididaayo markii daalimiintu cadaabka arkaan intii hore way yowma maalin bal sheeg yahshuruhum allahu shirinaya jami'an dhamaan thumma yaqulu ku dhihi lil malaa'ikati malaa'ikta aha ulaa'i kuwasi iyyakum ma idinkay kaanu ahaayeen yaabiduna kuwa caabida kuwan musidiinti ma idinkay idin caabudu jireen قالوا وحيده ملائكتي سبحانك ألو نجهناتك إن أنو نعابد النلاهنا واتكه فانتهي أنت أذيك ولينا ما ملها يقع بدون بيقى غير كذا أذيك يعني أن حرير كل لينهي أو صاحب كل النهي يقع وحرير هنا نحمر يمتلو بل كانوا وحايا هاي يعبدون الجن جن كوا عبد الشيطان كي عبدوا ترين أكثرهم بدن كوضنا مؤمنون وحايفهم أيام بهم بالجن بيرهم أيام ملائكتي بقيامها marka malaa'ikta halka la waydiinayo inayna malaa'iktu dhihin caabuda waa xaqiiqo weey iyagana lagu xumeynaya kuwan yaa lagu xumeynaya culays baa dusha laga saaraya malaa'ikta marka Alla wuxuu ku dhihin kuwaas miidinka yidina caabuda markaas ay dhihin ilaahay oo ma aanan dhihin adiga noo wali ah iyaga xiriir lama lihin ee waxay caabudi jireen shaydaanka oo shaydaanku wuxuu amro way caabudi jireen shaydaanka macneedu waxa weey shaydaanka uma tukan jireen oo ma sujuudi jireen wuxuu ku hoggaamiyo yeeli jireen oo ay ka qaadan jireen marka maalinta waxa tahay laba ciisi iyo hooyadin waxa lagu yiri ma idinka yiri aniga iyo hooyadeena caabuda waa ki sida lagu yiri iyaga ee iyagu iska bariyeele marka cid kasto oo adduunka waxaan Allah ahayn caabuda qiyaamaha fasilaadaas haysata way wa yawma maalin bal hada sheeg yahshuruhum alla galadi u shirin jami'an dhamaan
ثم يقول كله للملائكة ملائكتي أهؤلاء كواس إياكم إذن كي كانوا أهي يعبدون كوا عابدة إذن كي إذن عابدوا جرين كواني قالوا وحيده ملائكته سبحانك ألو نزهنات إنا أدقنا للك عابدو إله واتكوفنت أنت أدق ولينا ما مولها يداتها كانوا كد بحيدنا هاي وأدق من دون إياك غير كواد إياك وحيدي للملهم بل كانوا وحي أهي أن أنا عابدوا جريني يعبدون الجن جنك يعبدوا جرين والشيدانك أكثرهم بدن كودنا مؤمنون وحيرهم بهم بالجن الله وحليه مرك فاليوم ما أنت لا يملك أمها ننكره ومهلي كره بعدكم قاركين لبعض نفعا واحتر مبد بادين كره وما نهيلين كره ولا ضر لبنا ومبد بادين كره ودب كما علين كره ونقول وحانكده بألا لي للذين كوي ظلموا ظلم سمي ذوقوا الددمية عذاب النار نار عذاب كذا الددمية التي نار كنتم هذا هيدين تكذبون بها كوبين الله سبحانه وتعالى مركي قول دي لغا غرهره او ملائكته نبا عابدين يدا مانتا ايدينكي اس عابدي جيراي صاحيبد اها اي ودا سوداي غالدمدا كو ودا سوداي عيد نفعي ايدين تاري كارتا اي ايدينكا لفتينو اسو تاري كارا اي عيد دي بيدين كا علين كاتا ميدنا ما جيرتو قول دا ظالمين تا مركا وخا لدي واتن دي نارتي ما جيرتا الله هيده او ليس سو بخينا ايا الله هيده دي ددميا وي دماتا دا شو دما فاليوم مانتا لا يملك مهانن كرو بعضكم قاركين لبعض قارك كلا نفع واحتر مهانن كرو من نبت جلين كرو ومن إرجين كرو ولا ضرر لابن مهانن كرو لب كم بتبادين كرو ونقول وحن كله للذين كوي ظلموا ظلم السماي ذوقوا الدمية عذاب النار النار عذاب كذا الله في النار كنتم هذا هيدين تكذبون بها كوب بيني هذا هيدين وحيابها يكون بتين النار محاكمة وإذا تطلع مرك الغد الأغريه عليهم دشود آياتنا آياتها يجبيناتنا عدعد وواضحة قالوا وحيده ما هذا ننكر معها إلا تجول نن مجاني نكاس يريد الدنيا أن يسدكم يد يكهر جوكسده أما كي كان يهاين يعبد أباؤكم أبيوجين كوع عبدة وقالوا وحيده ما هذا وحد وننكر شيء ما إلا إفكم بين أبور مجيه مفترا ولا بين أبورتي وقال الذين كوع حيد هذين كفروا قالوا بالحق لما جاءهم الكويمن إن هذا ما هذا وحن النبي محمد نوكيني موياه ماها إلا سحر مبين وحن النبي محمد نوكيني ماها إلا سحر مبين لبعض هذا وحي كمتيني عذابك ما في القرآن كاللو الدليلية والقد الأغرية يديه ننكنو وانين دون يوحي أبا يوغين عابد شرين إنو إلا قال ليحي أبهاني وحي عابد شرين أبا يوغين وحي عابد شرين أسلام بي عابد شرين مركاتها هذا ندهيان وحن أشيقي وقرآن أوليهي وبين لبين أبورتين marka saadana haddi waxay ku dhihin waa sixir mubiin oo sixirnimadiisu ay cadahay ay ku dhihi way waa dadka haddii dadka gaalada kaliya ma aha cid alla cidii quraanka kariimka ka hor timaada ama ihaaneysata ama macnaheeda aamin weeydo ama ku dhaqmi weeydo waa sida uu ogo gaaladii ku soo dagtay dhihimayn waqtiga ay soo dagtay gaaladii joogtay halala hadlayo laakiin qofka soo amal kooda sameeyay wa gal mushrikuuna ma ka joog wada tutala markay lagu dul aqriyo alehim dushooda ayatuna ayadaha yaga bayinaatin oo cad cad oo waadixu macnahooda la fahmayo qalu waxay dhihi ma hada kani ma aha illa rajulun nin mooyaan yuridu doonaya an yasudakum inuu idinka horjoogsado amma ki kana waha yabidu kay caabudan abaaukum abayowgani diinteeni hore wa qalu waxay yiraahdeen ma hada kani ma aha uu ninkan wato إلا إفهم بين مي مفترا لبين أبورتي وقال الذين كوا حيدا كفروا قالوا للحق حق وحي كي لهذين لما جاءهم مركوا حق ويجمد إن هذا ما هذا كان ماها إلا سحر سحر مي مبين نعاد وصاحب بين الننكر ويؤقيه النبي الله محمد إنه نعدنا سحر كسو براني عدنا إنه نقصة كسو قادني عدنا إنه نوحك براني وحبب إنه نقول أقوني ويؤقيه مركوا حوي عناد بيسيدا نليه marka cid kasto oo wadada martana wadada umbu maraya kuma atinaahum ma anasiinino ma ana u keenin min kutubin kutub taasoo yadu rusuuna haya aqristan wama arsalna uma anan dirin ilayhim xaqooda qabla koota min nadiin xaqay waxan ka keenay waxan ay xaqa kaga hor imanayaan oo sheegayaan xaqay ka keenay wax kutub oo ay aqristan oo meel kale uga timid ma jirto wax rasuuluhu adiga horta loo direyna ma jiro wax xaqay ka keenay weey waxan beentan xaqay ka keenay marka kutubti hore qoladan de mushrikiintii intaan aslaamta ninkii Umar bin Luhayha intuna nasaarada ka keenay sanamkii huba lahaa
diinti nabi ibraahim baan u haysa nabi diinti oo dhaqan wanaagsan bay ku dhaqmi jireen dhaqan aad u fiican bay ku dhaqmi jireen markuu ninkaasoo aslaamta u keenay berigaasi diintii ka baxeen marka carabta dhexdeeda inta loog yahay nabi maxamed magciisa la yiro sheego nabi maxamed ahayn ma jiro laakiin anbiya carab oo yaman iyo laga bixin jiray way jiraan allah wuxuu leeyahay wama atinaahum ma annasiin kuwan min kutubin wax kutuba ma annasiin taasoo yadirsuuna ay aqrisanayaan wama arsalna ma annaan dirin ilayhim xaqooda qabla ka horta min nadiirin xaqay waxan ka keenay wakadaba way beeniyeen alladina kuwi min qablihim kuwan ka horreeyay nabiyow kula jooga wama balaquu kuwan ma ina gaarin micshaala ma aataynaahum kuwa waxaan siinay toban meelood meeshi quwad ahaan iyo xoog ahaan kama ina gaarin fakadabu way beeniyeen rusulihii rusushayda way beeniyeen fakayfa siday kaan ahaatay nakiiri dafiraad dayr yani ciqaabti way ciqaabtu waa dafirid markii alla ciqaabta ku rido waa ka horimaatin laga horyimid bay si horimaatinka ay ka war alla wuxuu leeyahay kuwan adi kula joogo kuwii ka horeeyay way beeniyeen kuwaasana ku xoog badnaayo kuwan waxay haystaan kuwa toban meelood markii loo dhigo meel kamida waxay kuwaasi haystaan kuwan ma ina helin waa dad baa ka sii yareynayo micshaarku waa cashiir marka waxaa la yiri toban meelood markii loo dhigo meel hadii la yiri cashiir baa la yiri cashiirkaana toban meelood meel hadii loo dhigo micshaar baa la yiri qoliyaha intaa ka sii badan laakiin sideenan in loogu daa wakadaba way beeniyeen nabiga marka la leeyahay dhibkan waa lagula qabaayo dacwada waa ha cajisin mana cajisaya nabiga kaleey salaatu wasalaam wakadaba way beeniyeen alladiina kuwii min qablihim kuwan ka horreeyay wama balaguu ma aanay gaadhin micshaara ma shay toban meeloodkii meel aatiinahum kuwa hore asiina kuwani ma haystaan uma gaadhin oo yacni kuwaasaa ka xoog badnaa oo ka fara badnaa fakadabuu way beeniyeen kuwii hore ee tagay rusulay rusushayda fakayfa siday ahaatay fakayfa siday kaan ahaatay nakiirii ciqaabta idi aan ciqaabay soo meesheedii ma dhicin qul waxaad ku tiraa nabiyulaahi maxamedow innamaa anigu acidukum waxaan idinku wacdii buwaaxidatin hal kelima waa maxal kaa kelima an taquumuu inaad kacdaan lillaahi alla dartii masnaa labalaba wafuraadaa mid mid uma tatafakaruu aad ka fikirtaan maa bisaaxibikum saaxibkiinan min jinnin wax waalihinayna ku jirin min jinna wax waalihinayna ku jirin aad ka fikirtaan in huwa maa huwa ma aha ilaa nadiirun digniin bixiya lakum idinka idiin digi mooye beyna yaday cadaabi shadiidin cadaab arag horti buu idinka digaya nabiyulaahi maxamed wuxuu yidhi hal kelima iga qabsada alla dartiintaad labalaba isu taagtaan iyo mid mid labalabadu waxa la leeyahay haddii shirku uu dad fara badan noqdo way qasmi xaajadu afar iyo shan nin mid waliba fikrad cusub buu soo jeedin laakiin laba nin marka yihiin oo meel cidlaa intay tagaan laba fikradood keliya soo jeedin markaasay mid isku raacayaan kelina nin kale leeyahay ninku waa intuu caqligiisa ka fikiro ka shaqaysiiyo bal ninkanu inuu waalan yahay in kale iyo ninka sifadiisa ku fikir tashwiish ma leh laakiin dad fara badan haddii shir la yidhaah tashwiish badan baa ku furmi lahaa qolyaha waxay ku awileen salaadday qolyaha ku fasireen fasirka waxba kama jiraan laba laba isu taago tukada mid mid isu taago tukada qolyahaasaa ku fasiray sidan aynu sheegayno yaa fiican oo tafaasiirtu leeyihin marka waxaa lay mid mid iyo laba laba intay isu taagtaan fikira qolyaha tafakkaruuda iyo waqafkii bay halkaa ka dhigeen tafakkaruuda iyo waqafkii ka dhigeen marka maa bisaaxibikum jinnatina jumla gooni ay ka dhigeen tafakkaruu bal fikir oo dib isugu noqda maa bisaaxibikum saaxibkiina min jinnatin wax jinni maayo oo jumla gooni ay taasi noqon sidii horeynu isu raacinaba yaa aad u dhadhamaysa qul waxaa tiraa innamaa acidukum waxaan idinku wacdii biwaaxidatin hal masale keliya waa maxay masaladaasi an taquumuu inaad kacdaan lillaahi alla dartii aad kacdaan marka la leeyahay fadhiga ka kaca lama leh inaad meel joogsataan baa la leeyahayo ama fadhiisa ama taagnaade inaad meel labalaba u tagtaan an taquumuu macnaheedu waxa weeye inaad sidaa yeeshaan ood labalaba iyo mid mid meel isu taagtaan wa furaadaa mid mid uma tatafakkaruu aad fikirtaan maa bisaaxibikum saaxibkiinan min jinnatin waa la inayna ku sugnay aada fikirtaan marka waxaa lina tusaalaynaya caqligaa ka shaqaysii haddii masale lagu keeno ama shay lagu keeno caqligaaga ku fikiro waxani wuxuu yahay iyo sifadiisa iyo meeshuu ka yimid iyo wuxuu dabada ku hayo ka fikir baa lagu leeyahay hadday nagaasaa lina leeyahay ogow in huwa maa huwa nabiyulaahi maxamed ma aha ilaa nidiinu digniin mooye lakum idinku digniin idin yahay bayna yaday cadaabin shadiidin cadaab adag horti nabiyulaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mid a yuu buur fuulay buurtiisa fuu fuulay markaasaa wuxuu ihi yaa saaxibaa
waa waxay carabtu ay isugu dhawaad wariyaha tolahay oo kala way markaas ay soo ordeenoo leey warninku muxuu la dhawaaq waa loo yimid wuxuu hadaan idin idaahdo culba halka soo socda cal yaalka soo socda buurta dhilceeda soo socda run ma eega qaadan lahaydeen ha hobeen kugu ma ogin bayna run loo baatay markaas uu yiri waxaan idin ka digri baynaa day cadaab shadiid ayadu saad yaani idin ka digri markaas uu adeerkii Abu Lahab Abdul Uzza yaani tabban la ka saaray leeyo alle hada jamaacna abu ma waxaan aad noogu yeedhay buuri maanta dhal aad noogu yeedhaysaa markaas uu ya xasoo degtay suuradii tabbati da Abi Lahab wa tabba wa adeerkii aabihi aabihi hooyo la wadaan markii aayada soo degtay waa gabadhi umu jamiilahay ee uu qabay Abu Lahab wa tasawrud iyadoo dhagax wadata Abu Bakari nabiga joogay u timid nabiga ma aragtay waa laga dabool Abu Bakaro saaxiibka maanta uu nacaaybayse ayda ma yaqaanay markaas ay dib u gartay iyadoo heesaysay mudammaman abeyna wa diinahu qaleena wa wax saas iyada ku gabyeysay iyo dib u noqotay marka aayadu taas taashay sheegaysaa inuu wambaahu wama aha illa nadiru digdin bixiyo ma yala kubidika idin digayo bayna yadi cadaab shadiid cadaab adag horti qulu had ku tiraa ma saaltu kub wixii aadin aan idin weydiiyo oo min ajri kharasha fa huwa lakum idinka iskal yaani waxba idin weydiin ma hayo way in ajri ma ajri ajrigaygu ma aha illa ala allah alla mooyaan wa huwa allana ala kulli shay shay al arka kulli shahidu ki arka way u bay arkaa dacwada arugu awado inaan u jiray idin weydiisay in kale de Allah baa ma arkay marka waxay ka dhigantahay waxaan idin su'aalo idinka iskale Soomaalidu way isticmaashaayo waxaad ka heshaa leedahay bayda hadaa waxa ku jira waxaad ka heshaa leedahay waa sidaas oo kale hadaan u jiray idin weydiin idinka iskale yaacni waxba idin ka qaadan maay anuu Allah baa ajiray kulay Allahna ay arkaa qul waxa tira ma saaltukum idin weydiin maay min ajri wax kharasha ma saaltukum waxaan idin weydiyo min ajri kharasha fa huwa lakum idinku idin sugnaaday in ajri ba ajri ajrigu ma aha illa ala allahi alla dushi samoya anu alla an ajriga kulayahay idinka wax idin kama rabo qofka daaciga muallimka ee dadka wax baray ee muallimiinta dadka ducada hadii xoolo ku filan iyagu ay haystaan in dadka wax ka qaataan lama rabo xoolo ku filan daystaan maal islaam ku leeyahay oo bangiga yaalo iyaga wax laga siin haday haystaan inay u jira qaataan ma laakiin dadoon inta midna haysan waa suuragal inuu deebaado marka meesha ma fadhi karo hadaa wax ogeyn aan loo tarin dacwo oo dhanbaana sidaas oo waa alle ala kulli shay shay la arko shahiidu ka arko way qul waxa tiraa in rabbi rabbigay yaqdifu wuxuu ku gana bil haqq haqq ala al baadil bu ku gana allamul ghuyub waxa maqan ka og way haqq baadil ku gana macneedu waxa way haqqi ba waxa laga dhigaya madfac la soo tuuray oo baadilka madaxa lagaga dhufto oo burburay marka waxa way waxa loog yahay xaqiiqa baadilku intaan xaq meesha joogo u bulaala waa sida xumbad oo kale daadka xumbadiisa oo kale way kelima xaqii markay timaado kelima baadila meeshii ka bixi way siifidi xaq uu siifidi masala xaqii markay timaado tu kala meeshii ka bixi marka madaxa lagaga dhufanayo qul waxa tira in rabbi rabbiga yaqlifu wuxuu ku soo gana bil haqqi haqqa ala al baadil buu ku gani markaas uu burburin fayasmaqu fayda wajahiku walakum nul ma tasifun wa kayahay allamul ghuyub waxa maqan oo dhan alle ka ogweyn wala subhanahu wa ta'ala.